الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم
أجركم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك باسمك الأعظم المبارك الأحب إليك الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، وإذا استنصرت به نصرت. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المقهورين في كل مكان. اللهم نجي إخواننا المحاصرين في سوريا. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر. اللهم كن لهم معينا يوم فقد المعين. يا ناصر المستضعفين، يا جابر كسر المنكسرين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم احفظ عليهم ديارهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم شافي جرحاهم، اللهم شافي جرحاهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا سميع الدعاء. اللهم ثبت أقدام المجاهدين في الشام يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك يا سميع الدعاء. اللهم مكن لهم من رقاب أعدائهم والخوض في دمائهم يا سميع الدعاء. اللهم اشدد وطأتك على طاغية الشام وأعوانه وزبانيته. اللهم اشدد وطأتك على كل ظالم متكبر جبار يا قوي يا متين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصر إخواننا عليهم يا رب العالمين، يا قوي يا متين، يا جبار السماوات والأراضين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.